الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء أشكر الجمعية المغربية للصحفيين الرياضيين بلا حدود على هذه البادرة اللي عملوا الجمع فيها الرياضيين القدامى، وأنا جد مسرور حيث لقيت بعض الوجوه اللي منذ زمن ما شفتهم، بشكرهم وبشكرهم بكثير. المسار ديالي بديت كملاكم في 65، تعلمت الملاكمة مزيان، ومن الملاكمة دزت لميدان التحكيم، بديت كحكم جهوي في المغرب تحت إشراف المرحوم الحسين مسيكة الله يرحمه، كان هو رئيس التحكيم الحكام في المغرب. بديت عنده كحكم جهوي، ومن بعد وطني، ودوز حكم قاري، ودوز حكم دولي. أول مباراة عملت كحكم دولي بطولة العالم في نيفادا. أما فيما يخص الملاكمة، أنا من الحكام اللي عملوا قاضي محمد علي هنا في المغرب في التحكيم، أنا اللي حكمت محمد علي هنا في المغرب 1972. أما فيما يخص فرنسا، مشيت لفرنسا دوز تما كحكم، حكمت واحد العدد ديال الملاكمين العالميين، وأنا هذا هو الميدان ديالي، حكم دولي في رياضة الملاكمة. وجيت للمغرب، كنت في فرنسا خدام وما زلت الآن باقي في فرنسا، وجيت للمغرب وكونت فيها هذا المسار، كل شيء اللي قلت لكم من الأول. لعب الأولمبية ديال أطلانتا 1996، كذلك كممثل التحكيم الدولي والوطني المغربي في الألعاب الأولمبية ديال سيدني، في سيدني. من بعد سيدني مثلت التحكيم المغربي كذلك في الألعاب الأولمبية في أتان اليونان. من بعدها مثلت كذلك التحكيم في الألعاب الأولمبية ديال بكين، شحال هذيك 6. أما فيما يخص البطولات، فشرفت على ما يزيد على 20 بطولة عالمية في العالم. أنا إلا جيت نحكي لك الدول اللي مشيت لها في العالم، أقول القارات الخمس كنت فيها، ومشرف مكرم كمغربي، والراية المغربية ديالتي دائما حدايا. وهذا باركور فيما يخص تكوين داخل الاتحاد الدولي، كنت مؤطر ديال الحكام في العالم، أطرت الحكام في القارة الإفريقية، وأطرت حكام، كونت حكام جدد في الخليج العربي. أما المغرب طلعت المغرب تولى أول دولة في العالم عندها 19 حاكم دولي معترف به داخل الاتحاد الدولي. الدول العظمى فرنسا عندها 6. الدول أفريقيا المخير في الدول الأفريقية عندها 1. أمريكا عندها 8. تولوا أعظم حكام في العالم اليوم. أي بطولة عالمية في العالم إلا وفيها مغربي، كندير هكا كنشوفو كنقول الحمد لله، التعليم ديالي شوف فين وصل. آخر ألعاب أولمبية كان فيها حكم مغربي، عبار في طوكيو مغربي. وهذا الشيء اللي عطيت أنا للمغرب، وعطيت ليه بالمجانة، ماشي مقابل ولا بالمجان. وكنت أنا مسؤول في الجامعة كرئيس الجامعة، وكانت الملاكمة مزدهرة، وكانوا عندنا 3-4 الفروق. إلا مشى فريق لشي دولة كنلقاو الآخر يقول لك علاه ما ديتوني أنا، دونك عندنا الخلاف. اليوم ما كاينش خلاف، ما كاين والو. حشمت كاع أنا من اللي مشاو لطوكيو وكلوا هاد الطريحة وجاو، ولاو الناس في ما لقاوني يقول لي سي طيبي، اش هاد الكارثة واقعة في الملاكمة؟
كانوا يقول لي يوم نادى بالملكة ما شدوها نسخرين ما لقيتش. أنا كنت كندفع ليهم في الميادين في العالم بإسري، والحمد لله خدمنا واعتينا، احنا رانا ما زال واقفين، لا بغاو ما زال نظن حتى يجرونا نموتوا.